أنا أقول لك فعلاً أن الحرب انتهت. إسرائيل بقيت على أطراف المدن، يعني في الأماكن المفتوحة، في الأماكن التي تستطيع فيها استخدام تفوقها العسكري. معركة الأنفاق الحقيقية لم تبدأ بعد. لدى حماس أنفاق أولاً بعمق حوالي 70 متر، هذا يعني أن بعض القنابل لا تستطيع تدمير هذه الأنفاق. كيف بتقيم جنرال المشهد اليوم في فلسطين وتحديدا في غزة؟ موضوع فلسطين طبعا هو موضوع صراع قديم انفجر الآن، وربما من حسنات هذا الانفجار رغم كل المآسي أنه ذكر العالم بأن هناك قضية في فلسطين، هناك شعب أرضه محتلة، وهناك شعب يناضل من أجل يعني تحرير أرضه ومن أجل حريته واستقلاله. ما شاهدناه أمس هو ليس بجديد طبعا، هو فقط صورة من صور الإجرام الإسرائيلي. هذا يعني هذا المشهد الذي رأيناه بالأمس يذكر العالم كله بأن هذه السلطة الإسرائيلية، السلطة الظالمة، السلطة يعني التي تتصرف خلافا لكافة القوانين الدولية ولكافة الأعراف الإنسانية والدولية، بدأ ينكشف وجهها الحقيقي الآن. وهذا سبب رئيسي في هذا التحول الذي حصل في الرأي العام العالمي. نحن شاهدنا بداية أن هناك ما يسمى أن يحق لإسرائيل الدفاع عن نفسها في كافة وسائل الإعلام، خاصة وسائل الإعلام الغربي، وحتى الآن ما زال هناك رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية يقولون يعني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. لكن وفقا للقانون الدولي، لو ذهبت في الناحية القانونية، إسرائيل هي دولة محتلة وفقا للقانون الدولي، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن التي تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية. إذن كيف يحق للمحتل عندما يقوم بهذا العمل الهجومي التدميري أن يدافع عن نفسه؟ حق الدفاع عن النفس هو للشعب الذي احتلت أرضه. إذن وفقا للقانون الدولي حق الدفاع عن النفس هو للفلسطيني، الفلسطيني هو الذي يناضل، الفلسطيني هو الذي يدافع عن نفسه. النقطة الأهم من ذلك، لماذا انفجر هذا الأمر؟ لماذا انفجر هذا الصراع؟ إحدى مظاهر الأمس هي دليل قاطع على لماذا انفجر هذا الصراع، يعني إلى أي مدى يستطيع الفلسطيني أن يتحمل هذا الظلم، هذا القهر. إسرائيل منذ عام 2002 سنت قانونا تقول أنه يحق لها زج أي فلسطيني في السجن لمجرد الاشتباه به، ليس بالضرورة أن يكون ارتكب جرما، ليس بالضرورة أن يكون قام بأي عمل عدواني ضد إسرائيل، فقط لأنه فلسطيني يمكن أن تشتبه فيه وتداهم منزله وتضعه في السجن ودون محاكمة وفي أسوأ الظروف. هذا الظلم هو الذي يسبب هذا الرد الفعل هذا. يعني الفلسطيني أمام خيار واحد، إما أن يقاتل وإما أن يناضل من أجل تحرير أرضه ومن أجل استعادة كرامته وحريته، وإما أن يقبل بهذا الخنوع وهذا الذل. وأنا أعتقد أن الخنوع والذل ليس رهانا وليس خيارا. الخيار الوحيد المتبقي لدى الفلسطيني هو أن يقاتل دفاعا عن نفسه ومن أجل استعادة حريته وتحرير أرضه. في مؤشرات اليوم جنرال على اقتراب هدنة تانية؟ ليس الموضوع فقط موضوع هدنة، يعني أنا أقول لك فعلا أن الحرب انتهت. عمل يعني صحيح أن هناك ما زال القتال مستمرا، ما زال يعني المعارك تدور، ما زالت نحن في ساحة الحرب، لكن من الناحية يعني البعد الاستراتيجي للعملية العسكرية الإسرائيلية، العملية الإسرائيلية انتهت إلى الفشل. يعني نحن اليوم في اليوم 63 من المعارك، إسرائيل لم تحقق أي إنجاز، لم تحقق أي هدف من الأهداف التي وضعتها. شو المخرج رح يكون؟ لا يوجد يعني الآن أفق لهذه الحرب. هم يريدون قتل المزيد من الفلسطينيين، تدمير غزة بشكل كامل، جعلها مكان غير صالح للسكن. لكن الحقيقة أن في الموضوع الاستراتيجي كما قلت إنها انتهت، وهذا الكلام كان واضحا من بلينكين، يعني وزير الخارجية الأمريكي، عندما قال لي لجالنت لوزير الدفاع الإسرائيلي، قال له في المؤتمر الصحفي: لا أعتقد لديكم أشهر بل أسابيع. الإدارة الأمريكية مستعجلة الآن لإنهاء هذا الصراع قبل نهاية العام، لأن أولا الإدارة الأمريكية ترى هذا التحول الكبير في الرأي العام يعني الغربي، حتى داخل الإدارة الأمريكية بالأمس كان
هناك 40 شخصا من الذين يعملون في إدارة بايدن قدموا طلب للرئيس بأن يسعى لوقف هذه الحرب. إذن هناك تغير جذري داخل أمريكا وداخل الرأي العام الغربي. لا تستطيع أمريكا ولا تستطيع إدارة بايدن أن تذهب إلى انتخابات في شباط المقبل التي تبدأ جولتها الأولى في شباط المقبل وهي تغطي هذا الكم من الجرائم الإسرائيلية، هذا الكم من العنف ضد المدنيين، لأن حقيقة الحرب التي خاضتها إسرائيل بنسبة 90% أو أكثر من ذلك أو بنسبة 100% حتى هي ضد المدنيين الفلسطينيين. في الأمس يعني المنظر الذي شهدناه من اعتقال بعض الفلسطينيين في مدارس الأونروا، هؤلاء ليسوا مقاتلو حماس، هؤلاء يعني شعب فلسطيني، هؤلاء مدنيون، هؤلاء منهم أساتذة ودكاترة وأطباء ومهندسين، هؤلاء لم يحملوا سلاح، لذلك الحرب هي ضد المدنيين. وأعتقد أن إدارة بايدن مستعجلة على إنهاء هذه الحرب على التوصل إلى وقف لإطلاق النار. نعم. وهذا ما سيحصل. نعم. تقدم الإسرائيلي جنرال ميخان يونس، هل هو المرحلة الأخيرة من المناورة الكبرى عسكريا وميدانيا؟ يعني لو تمكنت إسرائيل من السيطرة على غزة، شمال غزة أقصد، مدينة غزة ومناطق الشمال، ربما لكانت تدخلت بشكل آخر في الجهة الجنوبية من القطاع. لكن إسرائيل فشلت في السيطرة على الأماكن المكتظة، السكنية المكتظة في شمال القطاع، في غزة، في بيت لهيا، في جباليا، في كل هذه الأماكن. إسرائيل بقيت على أطراف المدن، يعني في الأماكن المفتوحة، في الأماكن التي تستطيع فيها استخدام تفوقها العسكري. إسرائيل لشك جيش قوي، يعني لديها تفوق ناري كبير، لديها كافة التقنيات الحديثة من الأف 35 الأمريكية التي هي أحدث طائرة في العالم، إلى أم القنابل، إلى يعني كل شيء وضع في تصرف إسرائيل، لكنها رغم كل ذلك عجزت عن سيطرة على الأماكن السكنية المكتظة في غزة. معركة الأنفاق الحقيقية لم تبدأ بعد. خلينا نحكي عنها جنرال. نعم. أي متى بدأت تبدأ هذه المعركة وشو طبيعتها؟ سمعنا كثير من أكيد عن التقارير الإسرائيلية إنه في كثير مقترحات شو ممكن تستخدم إسرائيل، ساعة أغراق الأنفاق بالماء أو القنبلة الإسفنجية وغيرها كثير من المقترحات. نعم، هناك عدة أنواع، يعني من القنبلة الإسفنجية التي هي مخصصة لإغلاق مداخل الأنفاق، إلى المياه غمر الأنفاق بالمياه، إلى القنابل الأميو 28 والأميو الجي بي يو 70، هذه القذائف التي تخترق بحدود 20 إلى 30 متر تحت الأرض ثم تنفجر، هي مخصصة لتدمير الأنفاق. لكن لدى حماس أنفاق أولا بعمق حوالي 70 متر، هذا يعني أن بعض القنابل لا تستطيع تدمير هذه الأنفاق. ثانيا، الأنفاق حماس لا يوجد مخطط لدى إسرائيل، إسرائيل لا تعرف أين هي هذه الأنفاق، يعني لا يوجد مخطط للأنفاق في غزة، وبالتالي أنت لا تستطيع أن ترمي قذائف عشوائيا لتدمير هذه الأنفاق. يمكن تدمير نفق 2 3 4 10، لكن هناك يعني آلاف الأنفاق، هناك أنفاق صغيرة، أنفاق كبيرة. إسرائيل ليس لديها مخطط لأنفاق غزة، وبالتالي هناك مشكلة أساسية بعملية يعني تدمير الأنفاق. حتى بالوسائل الأخرى، بس نحكي عن الماء يعني أو الغاز، أن هناك إمكانية لاستخدام الماء، نعم هي إحدى الطروحات يعني التي ممكنة، لكن إسرائيل تعاني كما ذكرت أكثر من مشكلة. المشكلة الأولى أنا لا تعرف أين هي هذه الأنفاق، ثانيا أن هذه الأنفاق ليست كلها متصلة بعضها ببعض، ثالثا أنها تحتاج إلى وقت طويل لإغراقها بالماء، يعني هذا لا يمكن أن يتم خلال أسبوع وأسبوعين، هذا يحتاج إلى أشهر. أكثر من ذلك يعني هناك مشكلة الأسرى الإسرائيليين، الذي تعلم إسرائيل أنهم محتجزون في هذه الأنفاق، وبالتالي يعني أي عملية إغراق للأنفاق بالمياه يتم أو حتى قصف للأنفاق قد تطيح بهؤلاء وتقتلهم، يعني قد تكون إسرائيل تنفذ عملية قتل للأسرى، وهذا يعني إسرائيل لديها بروتوكول هانيبال الذي يقول أن مصلحة الدولة أهم من إنقاذ الأسرى ويمكن تضحية بهم. لكن أعتقد في هذا الوضع بالذات اليوم
بنيامين نتنياهو عاجز عن تنفيذ ذلك، الضغط الشعبي كبير جدا على حكومته، هو أصلا كان يعاني وكانت حكومته على شفير الانهيار، يعني هو تحصن باليمين واستغل هذه الحرب الآن من أجل يعني تحصين موقعه. ونحن نرى أن هذه الحكومة المتطرفة الآن التي تقف إلى جانبه وتدعمه، لكن نتنياهو حقيقة هو يخشى اليوم التي ستتوقف فيه هذه الحرب، هو عالق في غزة، هو لا يريد يعني إنهاء هذه الحرب لأنه يعلم أن في اليوم الأول الذي تتوقف فيه الحرب سيتحمل مسؤولية كل هذا الفشل وهذا الإخفاق، من الإخفاق الأمني إلى الإخفاق العسكري إلى الإخفاق السياسي، لذلك سيكون أمام مواجهة كبرى مع الشارع الإسرائيلي ومع المعارضة الإسرائيلية التي ستحاول أن تسقط حكومته، وهذا شبه حتمي أصبح، يعني هو يعلم ذلك وهو يطلب فقط 6 أشهر كما يقول لتأمين الأمن لإسرائيل، يطلب مهلة، يراهن على الوقت، لكن ليس لديه وقت. كما ذكرت الأمريكي يضغط، الشارع العام يضغط، أيضا الداخل الإسرائيلي لا يستطيع أن يتحمل هذه التكلفة الباهظة. نعم. صحيح إسرائيل خسائرها البشرية ربما مقارنة مع حماس قليلة جدا، لكن هناك خسائر على أكثر من مستوى، هناك خسائر في السياسة، هناك خسائر في الاقتصاد، هناك يعني عندك أكثر في الاستراتيجية. من 250 ألف نازح، هؤلاء جميعهم في الأوتيلات، إلى متى تستطيع إسرائيل أن تبقي هذا الشلل؟ لكن هناك مؤشرات كما ذكرت على قرب انتهاء هذه الحرب، بأن إسرائيل بدأت تسريح بعض الجنود من الاحتياط، جنود الاحتياط التي تم استدعائهم، الآن هناك حركة معاكسة، هناك إعادة بعض الجنود إلى أعمالهم، هذا يترافق مع عدة ضغوطات كما ذكرت، دبلوماسية، سياسية، عسكرية، فشل عسكري، إضافة إلى حالة الهرب وحالة التوتر داخل الجيش الإسرائيلي. شهدنا عمليات هروب كبيرة لجنود إسرائيليين، لضباط إسرائيليين، بالأمس كان هناك مقتل ل يعني من يعتبر ابن رئيس الأركان، يعني نعم السابق السابق، هناك يعني بعض نعم. الشخصيات البارزة التي تقتل في غزة، هناك أسر لقائد، اليوم كان هناك أسر لقائد وحدة هندسة، كل ذلك يضغط على إسرائيل. نعم، قلت جنرال أنه حرب الأنفاق لم تبدأ، قد يعني المشهد يخدنا إلى هذه الحرب، ولا قد تمر أو ينتهي هذا المشهد اليوم في غزة من دون ما تلجأ إسرائيل إلى هذه الحرب، حرب الأنفاق يعني تحديدا؟ دائما حرب المدن هي نوع من القتال الخاص. لماذا هو نوع من القتال الخاص؟ يعني إذا لاحظت بعض الفيديوهات أنت ترى أن الجيش الإسرائيلي يعني يستطيع الدخول إلى أي مكان. نعم. لا يمكن للمقاومة أن تبني خط دفاع جداري لا يستطيع الإسرائيلي اختراقه، هذا مستحيل. لذلك تكتيك المقاومة دائما يرتكز إلى 3 أمور. أولا يعني ما يسمى الدفاع المتحرك، المناورة السريعة، جر العدو إلى الأماكن السكنية والمكتظة من أجل الالتحام مع العدو، كي يتم تعطيل سلاح الطيران، يتم تعطيل سلاح المدفعية، يصبح القتال وجها إلى وجه. هنا تفقد إسرائيل خاصية التفوق الكبيرة التي تمتع بها، وهذا يعرض جنودها للقتل ولخسائر كبيرة في الأرواح، وهذا ما تخشاه إسرائيل. أما إذا دخلت إسرائيل إلى الأنفاق فهذا دخول إلى متاهة لا تعلمها، لذلك إسرائيل حتى الآن لم تخذ أي معركة في الأنفاق، هي يعني تخشى هذا الموقف، هي لا تريد الدخول إطلاقا إلى الأنفاق، وأنا أعتقد لا تستطيع الدخول إلى الأنفاق إلا في حالة واحدة، إذا قررت يعني استخدام أسلحة كيميائية، وأعتقد هناك محاذير كبيرة، يعني هي روجت في بداية الحرب إلى أن حماس تحاول تصنيع السيانيد، تحاول تصنيع أسلحة كيميائية، هو كان نوع من الترويج الدعائي من أجل تبرير أي عمل تقوم به إسرائيل باستخدام هذا السلاح، وبالتالي تلقي التهمة على حماس. لكن أعتقد أن هناك كان يعني هناك رفض أمريكي لاستخدام هذا السلاح لأن له محاذير كبيرة. نعم، حضرتك جنرال أنت متخصص بأسلحة الدمار الشامل، والأسلحة الكيميائية هي واحدة من هذه الأسلحة. اليوم كثير من المحللين بيقولوا أنه التطرف الإسرائيلي خرج حتى عن الإرادة الأمريكية. إذا اليوم لا تلجأ إسرائيل للأسلحة الكيميائية لتدمير الأنفاق، عن أي أسلحة عم نحكي؟ يعني أولا الأسلحة الكيميائية هي أكثر من نوع، يعني هناك عندنا السلاح الكيميائي، السلاح البيولوجي، السلاح النووي. نووي. نعم.
سمعنا أحد الوزراء الإسرائيليين سموتريش يدعو إلى قصف غزة بالسلاح النووي، لكن هذا أمر فقط دعائي إعلامي يعني، أو هو لا يدرك معنى ذلك، لا يدرك حجم المفاعيل لسلاح الكيميائي. غزة تقع على البحر، يعني هي غرب إسرائيل، الرياح دائما تتجه من غزة باتجاه إسرائيل، أي قصف بسلاح نووي أو كيميائي الرياح ستحمل هذه الغازات وهذه الإشعاعات، ستحملها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، بالتالي سيكون الضرر على إسرائيل موازي، إذا لم أقل أكثر، موازي للضرر الذي قد يحدث في غزة. هذا إضافة طبعا إلى المحاذير الدولية، يعني عندها إسرائيل، أنا لا أعتقد أنها تستطيع أن تحتمل يعني الضغط العالمي بأن تقوم بهذه الإبادة الشاملة بهذا الشكل المروع، يعني هلا اليوم نعم البعض يشكك، لكن لو سمحت، نعم قد تستخدم بعض الأسلحة التي تعتبر أسلحة كيميائية بوليسية، يعني هي في بعض المقاييس يسمح باستخدامها ضد المظاهرات، ضد بعض العمليات يعني الإرهابية، بعض الإرهابيين، يعني مثل البيزاد، مثل غازات تسمى غازات بيولوز، غازات خانقة مزعجة، يعني هناك عدة أنواع من هذه الغازات، وإسرائيل تمتلك كما كبيرا. إسرائيل هي الدولة تقريبا من بين 7 دول لم توقع على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في العالم، لذلك هي تحتفظ بهذا المخزون الكبير لها من الأسلحة الكيميائية وبيولوجية، ولديها مختبرات بيولوجية أيضا، هذا بيحكي عن البرنامج تبعك لتصنيع يعني بعض الفيروسات. لكن أنا أعتقد أن مشكلة إسرائيل الحقيقية أن هو القرب، قرب المسافة، أنت لا تستطيع أن تستخدم أسلحة بيولوجية وكيميائية سيرتد ضررها عليك، يعني عندما تكون في مسافات قريبة، هي تستطيع أن تستخدم ولكن هذا على يعني على دولة بعيدة عنها مثل إيران، العراق، أو يعني أو حتى أماكن بعيدة في مصر، لكن غزة أنت تستخدم هذا السلاح في خاصرتك وهذا غير ممكن. ولكن جنرال مثلا إذا بدنا ناخذ بالعام 2002 كنا عم نقرأ من شوي يعني عن تقارير عربية وفلسطينية بتحكي عن أسلحة بيولوجية استخدمتها إسرائيل، مثل مثلا تسميم المي بفلسطين أو الحنطة الخضراء اللي بتنحط للمواشي وتسمم المواشي وغيرها. اليوم شو يلي بيمنع إسرائيل إذا انكفأت نوعا ما عن الحرب العسكرية المباشرة بقطاع غزة ما تلجأ لهذه الأساليب مرة تانية؟ نعم، هناك إمكانية كبيرة، يعني كما ذكرت الأسلحة البيولوجية خاصة هي أسلحة تنتشر بشكل سري، بشكل غير لا يدركه لا يدركه احد الا بعد ظهور النتائج، وبتتنصل منها حتى، ويمكن ايضا ان يتم استخدامه بطريقه محدوده جدا، يعني مثلا مثل الجمره الخبيثه التي كان يتم ارسالها ضمن ظرف معين، عندما يفتح هذا الظرف صاحبه يتعرض الى المرض ويموت ويبقى الضرر محدودا بهذا الشخص. نعم، هناك أساليب متعددة قد تلجأ إليها إسرائيل، وهي تلجأ إليها وهي تستخدم هذه الأمور، لكن أنا أتحدث عن موضوع يعني شامل، يعني نعم. كأن يتم يعني استخدام سلاح بشكل شامل يعني ممكن مثلا كبير، هذا قد يرتد على إسرائيل، هي ستستخدم هذه الأمور ضمن حدود معينة هي تستخدمها وستستخدمها، ممكن تلجأ لها للتضييق على شمال قطاع غزة لمنع عودة أهالي سكان غزة إلى الشمال مثلا، انه يجوا المياه ملوثة في شمال غزة مش قادرين نعيش هون هذه الفترة. نعم، تحاول إسرائيل أن تجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للسكن بأكثر من سبب، أولا بتدمير البنى التحتية، بتدمير المنازل، بتدمير البيوت، وهناك ترويج في الإعلام الإسرائيلي لما يسمى الهجرة الطوعية الإنسانية، هم يقولون أن هذا الموضوع هو إنساني، أنتم تستقبلون الأطفال الفلسطينيين لسبب إنساني، يحاولون إقناع هذه الدول أن هذا العمل هو عمل إنساني، وربما قد يتم الترويج بأن هذه تكون هجرة مؤقتة، لكن الحقيقة إسرائيل منذ عام 48 حتى اليوم لم تسمح بعودة أي مهجر فلسطيني، وبالتالي إذا ما حصل ذلك سيكون تهجير نهائي وستكون نكبة جديدة، وأنا أعتقد أن الدول العربية والشعب الفلسطيني هو يدرك مخاطر هذا الأمر، ويعني سيقاوم أي عملية تهجير كانت قسرية أو طوعية. نعم، السلاح القنابل الفوسفورية يعني حتى بجنوب لبنان عم يتم استخدامها، شو مخاطرها وشو تداعياتها إلى المستقبل سواء على البيئة أو حتى على سكان المناطق؟
يعني هناك معاهدة من عام 97 لحظر الأسلحة التقليدية التي تشكل خطراً يعني غير مقصود أو خطر عشوائي يسمى. من ضمن هذه الأسلحة يعني القنابل الفسفورية، القنابل العنقودية، القنابل اليورانيوم المنظم، كل هذه الأسلحة هي أسلحة تقليدية، هي فعليا ليس كما يعتقد البعض يعني هي محظورة بشكل كامل كالأسلحة النووية، لا، لكن هي تدخل ضمن يعني بعض المحاذير والقيود، هناك تقييد على استخدام هذه الأسلحة. تخطط القيود إسرائيل باستخدامها في جنوب لبنان؟ دون شك تخطط، يعني هي في جنوب لبنان قبل استخدمت إسرائيل أكثر من 3 مليون قنبلة عنقودية، وهذه أيضا أسلحة محظور رميها على الأماكن السكنية، على المدنيين، يعني يحظر استخدامها. لكن كما ذكرت إسرائيل لم توقع أصلا على هذه المعاهدة، وحتى لو وقع يعني اليوم المشهد بغزة يعني يثبت كل عن الجهيد الإسرائيلية وتكسيرها لكل القيود والمواثيق الدولية. بس اليوم جنرال، لكن يعني التوقيع على الأقل يلزمها من ناحية أخلاقية، من ناحية قانونية أمام محكمة العدل الدولية، محكمة الهاي، لكن عدم التوقيع هو يحررها من هذا الالتزام. لكن هذا الالتزام يبقى على الدول التي تقدم لها هذه الأسلحة. يعني المعاهدة تفرض على الدولة التي تدعم إسرائيل أو التي تتعاون مع إسرائيل عسكريا أن تتوقف عن هذا الدعم في حال استخدمت إسرائيل هذا السلاح. إسرائيل كما رأينا تستخدم هذه الأسلحة، والذي يجب أن يتوقف عن دعم إسرائيل هي الولايات المتحدة الأمريكية الموقعة على هذه المعاهدة، فرنسا، بريطانيا، هذه الدول وقعت على هذه المعاهدة، وهناك موجب قانوني على هذه الدول أن تتوقف عن دعم إسرائيل. لكن مع الأسف يعني إذا ذهبنا إلى القانون الدولي هو فقط قانون على الورق، هناك القانون الوحيد في العالم هو قانون القوة، ونحن شاهدنا هذا الأمر منذ يعني أكثر من 75 عاما منذ احتلال إسرائيل لفلسطين، وهذا الـ يعني الـ العنف الغير مبرر، وهذا الاغتصاب للأرض، وهذه الانتهاك لكافة القوانين الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية سخرت كافة مؤسسات العالم، مجلس الأمن، الأمم المتحدة، محكمة لاهاي، محكمة العدل الدولية، كل هذه المؤسسات كانت مسخرة لخدمة المصالح الاستعمارية من بريطانيا إلى فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست بهدف يعني إحقاق الحق والعدالة، هذا بالظاهر. أما في الحقيقة الشعارات شيء والتطبيق شيء آخر. أي تحذير اليوم تقوله جنرال لأهل الجنوب بموضوع التداعيات من القنابل الفسفورية؟ يعني هناك طرق طبعا للوقاية من هذه الأسلحة. هذه الأسلحة تسبب حروق من الدرجة الثالثة، يعني أهم يجب، أعتقد هناك نشرات عديدة ظهرت في الإعلام حول كيفية التعاطي مع أي حروق تحصل بسبب الفوسفور. الأهم هو أن لا يعني لا يلتصق الفوسفور بجسم الإنسان. اليوم التربة أو الهواء على قدم ممكن يبقى ملوث. لا يعني الأماكن، الغازات لا تتنشق، الغازات عندما تكون هذه الأماكن موجودة يمكن وضع بعض الخرق الرطبة على الأنف. هناك طرق لا داعي الآن لشرحها لأنها طويلة، يعني كيف يتم التعامل مع ذلك، وهي موجودة أصبحت على الإنترنت. أعتقد من المهم الانتباه لذلك. أهل الجنوب الآن في وضع لا يحسدون عليه، الإسرائيلي يستهدف المدنيين، نحن رأينا ذلك أكثر من مرة، لذلك لابد من أخذ الحيطة والحذر، ليس أكثر من ذلك. لكن شعب الجنوب اعتاد على التهديدات الإسرائيلية وعلى القصف الإسرائيلي وعلى الاعتداءات الإسرائيلية. قبل ما نروح جنرال معك للمحور الأخير، بعد سؤال عن السلاح النووي. اليوم في كتير مشككين أن إسرائيل لا تمتلك سلاحا نوويا. يعني هذا الموضوع منذ زمن، لأن إسرائيل أصلا لم تعترف بأنها تمتلك سلاح نووي. ثانيا أن إسرائيل أبقت هذا الأمر طي الكتمان. ثالثا أنها استطاعت أن تتحرر من كافة القيود الدولية لمراقبة وتفتيش منشآتها النووية. لكن أعتقد تصريحات بعض القادة الإسرائيليين يعني الذين يدعون لاستخدام السلاح النووي، وأكثر من مرة ووضع سابقا السلاح النووي بحالة جهوزية، أعتقد أن إسرائيل، نعم، كافة التقارير الدولية تؤكد أن إسرائيل لديها رؤوس نووية، حتى أن إسرائيل لا تحتاج إلى رؤوس نووية. يعني أنا أقول إسرائيل محمية نووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
اليوم المعركة إذا رأيناها بعين الحقيقة، هناك سلاح أمريكي، هناك ذخائر أمريكية، هناك ضباط أمريكيون يخططون لهذه المعركة. الولايات المتحدة الأمريكية هي شريك كامل في هذه المعركة. نحن رأينا البوارج كيف جاءت وكيف قدمت وكيف يتم الآن استخدام كافة التقنيات الأمريكية في هذه الحرب. حتى البريطانية، يعني بريطانيا اشتركت بسلاح المراقبة من الجو، وهذا أعلنت عنه منذ أسبوع تقريبا. وهناك دعوات الآن لتدويل مسألة مضيق باب المندب وتشكيل قوة دولية لحماية التجارة هناك. في دعوات لبريطانيا واليابان وغيرها. نعم، كل هذه الأمور يعني تؤكد أن إسرائيل ليست وحدها، أن إسرائيل هي ليست أكثر من مجرد قاعدة عسكرية. جنرال، بالختام بدنا نقطع شوي على موضوع أنظمة الدفاع الجوي الموجود اليوم عند إسرائيل. بالطليعة وبالواجهة نحكي دايما عن القبة الحديدية، ولكن في أنظمة دفاع تانية أخرى موجودة داخل الكيان الإسرائيلي، منها مقلع داوود ونظام حيتس أو نظام صواريخ سهم. ليش لليوم ما تم استخدامها بشكل مباشر أو بشكل كبير؟ لأنه أنظمة الدفاع هي أكثر من مستوى، يعني عندك المستوى اللي هو مخصص لقذائف المدفعية والصواريخ الجراد، يعني هذه الأنظمة القريبة، وعندك الأنظمة المخصصة لصواريخ باليستية بعيدة المدى. لذلك الآن يعني كون المسافات قريبة يتم استخدام يعني أنظمة القبة الحديدية اللي هي مخصصة لهذه الصواريخ القريبة المدى. لكن في مشكلتين. المشكلة الأولى أنه إذا عم نحكي عن صاروخ كاتيوشا يعني كلفته $200 و$400 $400,000 تقريبا صاروخ. أوكي. صاروخ. نعم. بينما إذا بدك يعني الصاروخ للقبة الحديدية عم نحكي بتكلفة $10,000، يعني كل ما بدك تصد صاروخ $400 عم تدفع $10,000، فإذا من الناحية الاقتصادية هي خاسرة جدا، مكلفة جدا، يعني موضوع استخدامها مكلف مش سهل. المشكلة الثانية أنه أثبت أنه غير قادر على صد كافة القذائف والصواريخ، خاصة عندما تكون رشقات يعني بكميات كبيرة. صحيح. يعني أنت قادر تحط بالبطارية 16 صاروخ يعني للرمي. طيب اوكي، عندك 4 بطاريات رميت، قادر تطلق انت كدفاع قبة حديدية بحدود 72 صاروخ. اذا رجعت الرشقة بحدود 100 صاروخ شو بتعمل؟ في عندك 30 صاروخ رح ينزل. نعم. فاذا دائما هذا اللي عم تستخدمه حماس، عم تعمل رشقات بكثافة بشكل ان تعطل مفعول القبة الحدودية، إضافة إلى الأخطاء اللي ممكن تحصل، يعني أخطاء تقنية. القبة الحديدية هي لا تستطيع صد الصواريخ بنسبة 100%، هي بتوصل لحد 50% 40%، مش أكثر من هيك. عم يبقى في كمية كبيرة من الصواريخ تتساقط على الأماكن، على الأهداف المحددة. نعم. لها مؤخرا أو حكي عن أنه إيران تمتلك صواريخ فرد صوتية، هل تجتاز هذه الصواريخ كل أنظمة الدفاع الجوية الثلاثة اللي موجودة اليوم بإسرائيل؟ يعني لنحكي شوي تقنيا. نعم. اليوم أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي، أفضل أنظمة الدفاع الجوي تاد يعني اللي جابوها الأمريكان على إسرائيل، هي صواريخها تنطلق بسرعة تصل إلى 400 كيلومتر، بال 400 كيلومتر يعني 4 ماخ إذا حكينا، سرعتها 4 ماخ. إذا كان عندك صاروخ جاي بسرعة أكثر من 4 ماخ، إذا ما عاد في إمكانية، لأنه الصاروخ المضاد يلحق الصاروخ الباليستي. إذا كانت صواريخ عادية، يعني صواريخ سكود أو هذه الصواريخ القديمة اللي هي بسرعة 1 ماخ أو 2 ماخ أو 3 ماخ، لا أكيد القبة الحديدية قادرة على إسقاطها. لكن صواريخ الفرد صوتية اللي هي تتعدى 4 ماخ 10 ماخ، مثل الصواريخ سمارت الروسية والهواء شو اسمه هذا الكوري اللي هو كمان عم ينحكى انه هواء 17 اللي هو صار بحدود 10 ماخ ايضا سرعته، وبيغير مساره خلال الطيران. هناك صعوبة للتصدي لهذه الصواريخ طبعا، لا من قبل يعني الأنظمة الموجودة في إسرائيل الآن، ولا حتى من قبل أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية.
هل تمتلك يعني إيران هذه الصواريخ؟ هناك اتفاق بتعاون برنامج صواريخ صاروخي بين بدأ أساساً يعني البرنامج الصاروخي الإيراني معروفة، بدأ بالتعاون مع كوريا الشمالية. كوريا الشمالية الآن لديها تقنيات حديثة جداً، روسيا أيضاً لديها هذه التقنيات، قد تكون حصلت إيران على هذه التقنيات طبعاً في استخدام هذه الصواريخ، لكن هذه الصواريخ تبقى فقط أعتقد يعني في المخزون الاستراتيجي الإيراني. وبمعادلة كل ما لديها إيران عنده يا حزب الله، ممكن تكون كمان هذه التقنية وصلت إلى لا أعتقد يعني هذا أمر الآن في هذا الظرف بالذات. لا أعتقد أن هذه الصواريخ يعني نقلت إلى حزب الله. هذه الصواريخ أولا في المخزون الإيراني هي ما زالت حديثة، لكن هناك عند حزب الله موضوع آخر. يعني نحن رأينا صاروخ بركان الذي هو يطير على مسافة قريبة جدا بحدود 10 كيلومتر، وزنه بحدود 500 طن، يعني 500 كيلوغرام، الرأس المتفجر. هذا أمر مهم جدا في الاستخدام القتال القريب، يعني على مسافات قريبة لا تستطيع القبة الحديدية أن تفعل شيء، يعني ما في وقت لحتى تفعل القبة الحديدية، بيكون الصاروخ وصل على الهدف طبعا. هذه المسافات المتقاربة تعطل عمل القبة الحديدية بنسبة كبيرة، وهذه صواريخ موجودة لدى حزب الله. أما صواريخ يعني الأخرى مثل الرعد 1 و2 و3، هذه الصواريخ قد تكون نعم عرضة للإسقاط من قبل القبة الحديدية، لكن كما ذكرت يعني هناك طرق عديدة يمكن فيها تعطيل عمل القبة الحديدية أو على الأقل حد من فعاليتها.